أيها المؤمنون عباد الله، إن المرأة المسلمة ولا سيما في زماننا هذا زمن الفتن، الزمن الذي انفتح فيه كثير من الناس على عادات الكفار وتقاليدهم بل ومجونهم وانحلالهم وانحرافهم وانحطاطهم وسفولهم، ومع كثرة النظر وإدمان المشاهدة من خلال القنوات الفضائية ومن خلال مواقع الشبكة العنكبوتية ومن خلال مجلات هابطة ونحو ذلك، بدأت تتسلل تلك الأخلاق إلى عقول بعض النساء، والمرأة ضعيفة وسريعة الافتتان إلا من حماها الله عز وجل ووقاها وسارعت بإنقاذ نفسها وسد أبواب الفتنة عنها، ملتجئة إلى الله تبارك وتعالى معتصمة به. أيها المؤمنون، إننا في زمان يجب علينا أن تتضافر فيه جهودنا حماية للفضيلة ورعاية للكرامة وصيانة للشرف ورعاية للغيرة الدينية التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى، لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته المسددة حياة شرف وفضيلة وكرامة ورفعة. هذا واللجوء إلى الله وحده لا شريك له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ لنا أجمعين شرفنا وفضيلتنا وكرامتنا وديننا وعفتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن يجنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.